برغم ان الفيزيكيا ده طبقه واحده فبيتشف، لكن السكويمسي في السيليم بيبقى بهتان شويه. امال ايه ده؟ ايه الخط ده؟ ده شارع ماجنون، شارع ماجنون ماكينة ستراوس، اللي هو ايه؟ اللي هو لسه الكيرف من جوه، اللي هو لسه الكيرف من جوه، اللي هو الحته اللي بتحصل فيها الجاستريك ألسر تايب 1. الحته اللي بتحصل فيها جاستريك ألسر تايب 1 هو بتحصل على لسه الكيرف هنا على شارع ماجنون. هو ليه سموه ده شارع ماجنون؟ عشان ده شارع اهو، وهنا بقى جبال وضباب، وهنا جبال وضباب، فهو شارع شارع بين جبلين. فاهمين اللي سماه ماجنس راس او شارع ماجنون؟ عشان ما سماه شارع ماجنون لانه زي الشارع فعلا حته سموث ما بين حته مليانه روجين من هنا ومليانه روجين من هنا. عليها ألسر كاست الألسر بتحصل هنا على شارع ماجنون. ده المنظر نورمال. نعم. لا ما يعني ما اعرفش صفحه طب انت شايفه؟ انجوي يور تايم. الكتاب بيجي عشان انت قاعد في البيت يوم الامتحان، يوم الامتحان. ده قدامك شار عليه اسئله بوكس. تعلم بوكس كده وشوف درجاتك صح ولا غلط. شار عليه اسئله اللي هو نظام الامتحان. ده الصف ده سواد مفتوح، وده سكومر مفتوح، وده لسه كبير او شارع ايه مجنون. ده منظر نقطة مش حاجة. المنظر ده ولاد ده الصف ده سحتريك، ده الصف ده سحتريك، ودي التراكية. ده طبعا منظر سكوشال اتريسيا، ده منظر سكوشال اتريسيا، وده منظر اكس راي. اكس راي في طفل مشربين وجاستروترافين، والجاستروترافين واقف في بلايند باوتش. طبعا انا لو سالت الطالب هو انت شايف اكس راي فيها بلايند باوتش في الجاستروترافين؟ طب انا رايي ان ده فرنشال باوتش. واحد عمال يقول لك كده، والتاني عمال يقول لك كده، والتاني بيعمل كده. ديفرنشال باوس في الطفل؟ طب انا هسقطك. ده نيونيت. يعني انا المفروض لما ابص على الاشعه اعرف دي بتاع الطفل ولا واحد كبير؟ انت تعرف منين دي بتاع الطفل؟ اشعه صغيره فيها العيب كله. ده لو يعني ده لو واحد كبير يبقى مشكله. فاهمين على ده؟ فده طفل في حاجه زي الفرنشال باوز، هو ده اوستيوشال اتريسيا. الاتريسيا دي عباره عن فيلير اوف ريكانلايزيشن، فيلير اوف ريكانلايزيشن فوكس. في ابر باوش ولور باوش. اكتر نوع من الاوستيوشال اتريسيا ان يبقى في فيستلا مع اللور باوش. فيستلا مع ايه؟ مع الترافيا. ان يبقى في فيستلا مع الترافيا مع اللور باوش. لان الاسوفجس والترافيا دول اصلا ايه؟ انبوبه واحده وبعدين اتقسم. فلما يبقى في كونجنتال انومالي زي كده اوستيوشال اتريسيا غالبا بيبقى في فيستلا مع اللور باوش مش مع الابر باوش. مع اللور باوش ده الفيستلا بتبقى مع اللور باوش ده. العيال اللي عندها اوستيوشال اتريسيا دي بتيجي في الامتحان كده يقول لك طفل عنده ايه؟ نوم لسه موجود ماله؟ رجع اول رقم، رجع اول رقم وجاله سيانوزس وشوكينج بيشرق سيانوزس. لما تلاقي عيل يوم ولاده، عيل يوم ولاده ومع اول رضعه جاله شوكينج وسيانوزس، هو ده سكوتيال اتريسيا.
الجاسبروترابين، الاقي الجاسبروترابين واقف كده، احقن الجاسبروترابين الاقي الجاسبروترابين واقف كده. طب ايه الاكريتيك سيجمنت دي؟ شايفين طويله ازاي هنا؟ لما بيبقى في تسبلا مع اللور باوش الاكريتيك سيجمنت بتبقى مش طويله، لما ما يبقاش في تسبلا مع الباوش يبقى الاكريتيك سيجمنت ايه؟ طويله. يعني طول الاكريتيك سيجمنت يتوقف في تسبلا ولا ما فيش؟ لو في تسبلا مع اللور باوش يبقى الاكريتيك سيجمنت قصيره، لو ما فيش تسبلا مع اللور باوش يبقى الاكريتيك سيجمنت ايه؟ كبيره. يلا ولاد قولوا لي الطفل ده، الطفل اللي قدامنا ده في تسبلا مع اللور باوش ولا لا؟ الاجابه ايه؟ الاجابه اه طبعا، لان في جاز بابل اهي في الفانتس وفي الاسطومه. شايفين الاسطومه مليانه جاز بابل ازاي؟ في جاز بابل كبيره في الفانتس وفي الاسطومه عليها نقطة زرقاء، شايفينها؟ الجاز ده جاي منين؟ إيه؟ جاي من فيستر. عشان كده أقول لك احتليني كده، لما يبقى في فيستر مع دور باوش تلاقي القمر قفل بيتقفل طب 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 بيتقفل، لأن الفنطس مليان إيه؟ مليان هواء، فاهمين يا ولاد؟ طب هو الواد اللي عنده سوفيشال أتريزيا دوت اللي عايزين نعالجه من عنده إزاي؟ لو في فيستلا والاكريتيك سيجمنت قصيره بنشيل الاكريتيك سيجمنت دي ونشيل الفيستلا ونخيط، هنعمله صوره قطبي، هعمله صوره قطبي واشيل الاكريتيك سيجمنت الصغيره دي واشيل الفيستلا وخيط. انما لو الاكريتيك سيجمنت كبيره بس ما اعرفش بقى انا اشيلها واخيط مسافه كبيره، فبعمل اوسكوبي وجاستروسكوبي واستنى لما الواد يكبر شويه يحمل عمليه، وبعدين ابقى اخش اشيل الاوسكوبس كله واحط بداله كله، واحط بداله كله. يعني لو الاثريتيك سيجمنت صغيره هشيلها واعمل اكسسوار، لو الاثريتيك سيجمنت كبيره هعمل اوسكوبسكوبي وجاستروسكوبي واستنى لما الواد يكبر وبعد كده ابقى احط حته ايه؟ هو هو انا عملت الجاستروسكوبي ليه؟ عشان الواد ياكل منه، وهعمل الاوسكوبوسكوبي ليه؟ عشان السلايفا تطلع. اعمل جاستروسكوبي ازاي؟ اعمل جاستروسكوبي ازاي؟ بدخل منظار وانور المعده، بعد ما نور المعدة بقى طول كده وبخربها بتروح كربوهيدرات، صح؟ هو مدخل صح؟ بس ما ينفعش كده. ليه؟ عشان هو ما عندوش فقدس اصلا ادخل منه الانذار لغايه المعدة، لكن انا بس بحاول ايه اشوف فاكرين الكلام اللي قلته ولا لا؟ هي الطريقه اللي بنعمل بيها الاسبروسكوب. احنا بندخل انذار تنور المعدة وبعدين بنخربها وندخل انذار. ياخد منه. بنعمل في العيالين دول بنعمل عمليه كده، بنفتح فتحه صغيره واقوم عامل ترس سترينج، عارفين ترس سترينج اللي ليها في سته رجل، وبعدين اقوم خارج المعده ومدخل قسطره واقفل عليها ايه؟ الترس سترينج. بنعملها زي الباجاينيشن كده، زي الباجاينيشن بحيث ان يكون التراك سيروزه، يعني تعرفين السروزه بره ولا جوه؟ بره. انا بخرج واعمل درس سترينج بحيث ان يكون التراك بتاع الباستروسكومي سيروزه مش متجوزه. هنا على فكره مش فاهمين حاجه صح؟ مضروبه عمليه في المنزل، تحت البالون تحت البالون، وقص البالون بصباع شويه. هتلاحظ ان البالونه غرست مع بعض. مضروبه الفوائد المستخلصة من التجربة. هو البالونة دي مين؟ الاسطومة. البالونة من جوه اسمها ايه؟ من جوزة، ومن بره. طب انا لما عملت الفاجينيشا للبالونة كده بقت انا كأن التراك بتاعي اللي حوالين صباعي
هو السيروزا. ربنا رد عشان كده النوع ده من الجاستروسكوبي اتراك فيه السيروزا. اتراك فيه السيروزا دي اسمها ستان. ربنا رد يعني في ممكن نعمل جاستروسكوبي جايدد باي اندوسكوبي. هو دي اللي بتتعمل عادة. لكن في عيان زي ده مش هعرف ادخل منظار. فبعملها بقوم فاتح بطنه وعامل جاستروسكوبي ريفرس ستريت. عامل جاستروسكوبي ريفرس ستريت. طبعا العيال اللي عندهم سوفيشال اتريسيا دول بيبقى معاهم اسوشيتد الانومال اسمها ايه؟ فاكتور الضغط صار ايه؟ فيرتبرا انا كارديا تراكيوس جيال يعني تراكيا وفوكس اللي هو تراكيوس جيال بيسكتا لم اللي هي بولي داكتري ورينا زي بولي سيستك دي الدين دي زي بولي سيستك دي. فالعيال دول بيبقى عندهم اسوشيتد انوماليز اللي هي باكتر واضحه بقى ولا لا؟ مبروك يا شعب الف الف مبروك يا بلد الشعب. يعني السكويمس بيتحول لايه؟ كولابلر.
طب احنا بنخاف ليه من كولومنا من كابليزيا دي؟ دي كانت بتزود الانسيدنس اوف ادينوكارسينوما في اللور ثيرد اوف تزود الانسيدنس اوف ادينوكارسينوما في اللور ثيرد اوف فوكر. شايفين منظر فين؟ تزود الانسيدنس اوف ادينوكارسينوما في اللور ثيرد اوف فوكر كم مره؟ 25 مره. ولكن الادينوكارسينوما اصلا كحاجه مش كومن، ولذلك احنا لو خدناها بروتري كده يطلع 1% من البارتوسوفجاس اللي بين الملكه. ولذلك علاج البارتوسوفجاس ايه؟ ميديكال، بندي عين ايه؟ اوموبرازول. احنا ما بنعملش اوسوفاجيكتومي الا لما يبقى في سيفير ديسبليزيا، لان السيفير ديسبليزيا في الاوسوفاجاس بنبص له على انه كارسينوما انسايت. السيفير ديسبليزيا في الاوسوفاجاس بنبص له على انه كارسينوما انسايت. فلما يبقى في سيفير ديسبليزيا في الاوسوفاجاس بنشيله ونحطه كله من علاج او اعمل ستوماك بلوك. انما بارد اوسوفاجاس مش انديكيشن فور اوسوفاجاس، ده انديكيشن فور اوموبرازول. واضحه ولا لا؟ لكن الطلبه كلها عارفه ان الريفلكس بيعمل اوسوفاجايتس، ايروجن، التريشنز، بارد اوسوفاجاس. امال على مستوى المصل بيحصل ايه؟ على مستوى المصل بيحصل ايه؟ بيحصل اسبازم. الاسبازم ده ولاد السنتر المصل فايبر مع الريزيستنت اسبازم لفتره طويله ممكن تجيب بايه؟ فايبروزيس. يبقى اسمها ايه مع الريفلكس؟ شاكسكرين. الاسبازم ده ولاد بيقولوا عليه او الفايبروزيس بيقولوا عليه شاكسكرين. الملاحظ ان الريفلكس اوسوفاجايتس عادي نعمل استركشر، وان الاستركشر ده مجمل بنان بيحتاج بالون دايلاتيشن بس. يعني الريفلكس اوسوفاجايتس يعمل استركشر، والاستركشر ده في مجمله بنان محتاج بالون ايه؟ دايلاتيشن. لو الاستركشر ده ظهر اللي هو شاتيس جرين هيبدأ العيان يشتكي من ديسليجيا. وأول ما العيان بتاع الريفلكس يشتكي من ديسليجيا أنا بديله أنتي سبازموتيك. لو اتحسن يبقى ده سبازم مخدر. لو ما اتحسنش يبقى إيه؟ فايبروزس، حصل فايبروزس. بضطر أعمل أبر جاسترونتسبايرال إندوسكوبي وبالون دايلاتيشن. أنا كل الكلام اللي بقوله ده ولاد على السيرفرا مصر فايبر. ان السكر مصر فايبر بيحصل فيها سبازم اللي هم بيقولوا عليه شات سكرين. الاول سبازم وبعدين ايه؟ فايبروزيس. لو سبازم بيتحسن على الاكل بس مصر. لو فايبروزيس لازم ادخل منظار واعمل بالون ايه؟ دايلاتيشا في المجمل بنان. طب ما ممكن الريفلكس يعمل ادينوكارسينوما والاستريكشر ده يبقى ملكه. صح. عشان كده ما حد عنده ريفلكس يديله استريكشر بشربه بقى. لو الاستريتشر سموس يبقى ده غالبا بنان. لو الاستريتشر الريجولار يبقى ده غالبا ايه؟ مالك نانتو. بالمنظار لازم اخد بايوبسي. وكان الريفلكس ممكن يؤدي الى مالجنانت استريتشر اللي هو ادنو كارسينوم، وممكن يؤدي الى بناين ايه؟ استريتشر اللي هو شافيسكرين. ولكن استاتيستيكالي البناين استريتشر هي الاكثر. استاتيستيكالي البناين ستريكتشر هي الاكثر. فاهمين يا ولاد؟ يعني لو حد عنده ريفلكس اوسوفاجايتس ممكن يجي له ادينو كارسينوم وممكن يجي له شاتسكرين. مين اللي كومن اكثر؟ شاتسكرين. بنعرفها ازاي؟ من منظر الباريام اسموس ولا ريجلر بايوبس. لو بناين ستريكتشر بعمل دايلاتيشن بس بالون دايلاتيشن. لو ادينو كارسينوم طبعا هعمل ايه؟ ده ادينو كارسينوما طبعا يعني هعمل ايه؟ سيرجري هعمل توتال اسوفاجيكتومي وسلوما كولا. وبعدين لو في طالب شاطر قاعد جنبي يقول بنعمل ترانس هيقتل اسوفاجيكتومي وسلوما كولا بعمل راديشن ولا لا؟ ده ادينو كارسينوما نوت سيرستد تو
ريفاليشن واديله سيرم عشان كده بعمل توتال اسوفجيكتومي عند ستومك غلط ده لو قابله كارسينوم. انما لو شاف سكرينج بعمل بالون ايه؟ دايلاتيشن. واضحه ولا لا؟ طب انا قلت الافكت بتاع الريفلكس على الميثيليوم وقلنا الافكت بتاع الريفلكس على السيركلر ماسل فايبر. طب الافكت بتاع الريفلكس على الفيجيتال ماسل فايبر بيحصل سكر هيشد المعده هيعمل حاجه اسمها ايه؟ سلايدنج هيقص ريرنيا سلايدنج تايب وكأن الهيئة السلبية سلايدنج تايب تعمل ريفلكس والريفلكس يزود الهيئة السلبية سلايدنج تايب وبينهم وبين بعض فيشس ايه؟ فيشس سيركل لان الريفلكس لو طال من الجيجيتال ماسل فايبر يعمل فيها سبازم فلو عمل فيها سبازم يا ولاد هيشد الاستومك ايه؟ لفوق ويزود الهيئة السلبية سلايدنج تايب فهمنا الباثولوجي؟ طيب حاول كده بط واشوف الاسبوت. واحدة عندها 40 سنة واحدة عندها 40 سنة بتشتكي من ديسفيجيا بقالها أربع شهور بتشتكي من ديسفيجيا وسولدز أند فلويد والديسفيجيا دي مش بروجريسيف كان ستيشن الفترة دي العالم دي عندها إيه؟ واحد بيقول انا مش عارف هو جايب له اختيارات فيها اكاليزيا اوف كارديا ريفلكس اوف سوفجايتس ساتيستس يا تسكي رينج كانسر الخوف ما فيش وسط الاختيارات مش عارف واحده عندها 40 سنه بتشتكي من ديسفيجن بسولدز اند فلويد وقاعد بقالها اربع شهور مش بروجريسيف اختيارك اختار لي حاجه طبعا اكاليسيا انا حطيت الامس الدعايه دي وانا بشرح الريفلكس عشان عارف ان انتوا هبت اصلا وممكن استنى بصوا يا ولاد كل مرض فيه عرض رئيسي ايه العرض الرئيسي بتاع الريفلكس؟ هارت بيرن ما ينفعش الريفلكس من غير هارت بيرن ولا ما هو ما قالش يبقى مش موجوده يعني ما انا كمان مستغرب مستغرب اكتر لما تلاقي طالب ينقي مرض العرض فيه ديسفيجيا وراح منقي ريفلكس الطالب ممنوع لما يكون في ريفلكس لازم اسمع كلمه ايه؟ هارد بيرن لكن حاجه زي الاكاليسيا المين سيركم فيها ايه؟ ديسفيجيا فاهمين ولا لا؟ بص بص ما حدش بقى ايه يقعد يدوخر فاهمني ايه بقى؟ عشان انا شفت انا عرفت الثاني اولاد امبارح وانا امبارح قاعد بعيد طبعا الشمس حاطط لهم الابس في راح العيال مختارين ايه؟ ريفلكس انا ايه اندهشت وبعدين لما اندهشت قالوا لي ما تندهش قلت قلت فريسكا ولا فاهمين ولا فانا قلت اجي اسال فاندهشت تاني ايه بقى؟ اخدت بالي ان الطالب ما بياخدش باله ايه من سمته بتاع الحاله يعني هو لو حب يقول لك ان العاج فلكس لازم يقول لك ان في ايه؟ هارت بيرن ما ينفعش يقول لك ان في ديسفيجيا بس ما يجيبش سكه هارت بيرن لازم يبقى في هارت بيرن وبعدين ديسفيجيا لكن لما اجيب لك احب اخليك اكاليسيا اجيب لك العرض ايه؟ ديسفيجيا وما فيش هارت بيرن لما يبقى المين سيمبتوم ديسفيجيا ممكن يبقى كانسر فوكس ممكن يبقى اكاليسيا هي دي امراض المين سيمبتوم فيها ايه؟ ديسفيجيا لكن لو حبيت اجيب لك ريفلكس اقول لك ان العيان عنده هارت بيرن هارت بيرن وايه؟ ووتر براش واحلى حاجه بتسمع فيها الريفلكس في الاعلان بتاع ايه؟ جابس اللي هو الراجل اللي كان قاعد على السفره مليانه ايه؟ حمام وفراخ ومحشي ده بنسميه بالانجليزي فاتي مين برافو عليك وبعدين لما كان جاله ايه؟ حرقه لما جاله حرقه ويا
الاستشارات لما كان جاله سبيشال جاله خلطه فعمل ايه لما جاله خلطه؟ عمل كده كده لا؟ طب قبل البرزنتيشن صح لما يجي ينام كان اعلان بتاع جاب سكور نزلوه لما كان نايم على السرير لحد طالع شاف الاعلان الجديد جابوه بقى وهو نايم على السرير يخرب بيت المال الحقيقه مساعدتني قوي يعني نص الاعلان على الصفره الاعلان الجديد الاعلان الجديد وهو نايم على السرير لان لما بينام على السرير الريجنتيشن بيزيد فاهمين يا ولاد ولا لا؟ طب هو هينعدى ممكن نديله ديسليشيا بعد كده؟ حلوه بعد مش في الاول بعد كده مين هذا ده؟ طب انت لو لقيت حد عنده ريفلكس لو لقينا حد عنده ريفلكس مش عارف شغال وانت مش في مصر هنا بلد ام الدنيا لا انت في بلد من بلاد الكريم اول انفستيجيشن تعملها يعني اللي هو عنده هارت بيرت 24 اور بي اتش مونيتور وبعدين الشعر بيكون مانومتري لا مانومتري لو موتيلتي ديس اوردر انما ثانيه انما الريفلكس اول حاجه ايه؟ 24 اور بي اتش مونيتور تعرفين مانومتري في الريفلكس حلو قوي في ايه؟ لو قررت تعمل عمليه عشان لو انت ناوي تعمل هتعمل غلط لو انت ناوي تعمل غاب هعملها نسب ولا نوب نسب؟ لو العيان عنده موتيليتي ديس اوردر هعملها فلوب نسب عشان البريستالسيس تعرف تفك الاكل لكن لو البريستالسيس حلوه بنعملها نسب يعني المانومتري حلوه قوي قبل العمليه. مانومتري اول حاجه يقول لك ان في لوس للهاي بريشر مانومتري اول حاجه يقولها لك ان في لوس للهاي بريشر لكن المانومتري حلو كمان قوي في البريستالس عشان لو جيت اعمل نسب اعرف اعمل نسب 360 ولا فلوبي نسب 270 درجه. لو في موتيليتي ديس اوردر هعمل فلوبي نسب. لان البريستالسيس مش هتعرف تزق الاكل. فاهمين يا ولاد؟ انما لو في بريستالسيس حلو هعمل نفس الكلام. مين يا ولاد ولا لا؟ وكان المهم في التشخيص هو 24 اور بي اتش مارك. ده المهم في التشخيص. فاهمين يا ولاد؟ المانومتري اقل اهميه شويه. هو هيبقى حلو قوي قبل العمليه. طب بعد ما تعمل 24 اور بي اتش مونيتور وتعرف ان في ريفلكس الخطوه الجايه ايه؟ كده عامل بقى يمين الترند البيرد بوزيشن او ابر جاسترو انتستاينال انتوزمنت يقوم اعرف فيها ايه تسخينيا واعمل ديل سكرين يعني هعمل ابر جاسترو انتستاينال انتوزمنت وبقى يمين الترند البيرد بوزيشن اعرف اذا كان فيها ايه تسخينيا ولا لا واعمل بيت سكرين. مين على ده؟ طيب مين جدع يحط انفستيجيشنز الثانيه تزود درجه؟ يعني احب قوي طالب لما يجي يكتب انفستيجيشن يكتب ان الباك بول انفستيجيشن في الكلاسز والمذاكره هو ال 24 اور بي اتش مونيتور ويكتب ان احنا ممكن نعمل ابر جاسترو انتستاينال اندوسكوبي وكاريا بيت الترند الباك بوزيشن عشان نعرف هي تسرب يا سلايد تايب ولا لا لانها كومن سكوز لانها كومن سكوز واعمل بيت سكرين ويكتب ان انا لو نويت اعمل عمليه احب اعمل مانومتر عشان اعرف هعمل نسن ولا فلوبي نسن لو في موتيلتي ديس اوردر طب فضل في طالب عايز يزود المريكو اكتر يعني يعمل سي بي سي قليل لو ايه تاني مش استكس ليه مش الباتشز الاسبيريشن افرضوا ايه ده طالب زود درجته شويه افرضوا الطالب عايز يخش في وزن العين ايه يعني نقول لي اس جي لو انت متلخبط في انجاينا ماشي يلا يلا خش في وزن العين
تاتشي لا يكون في كرونيك بوليس سلايد بنت ترايا شوف اسمها بتقول ترايا من ابانسا دوت فبعدين طبعا العيال عندهم هيبقى سيرفيا سلايدنج تايب ده ممكن يكون عندهم سنت ترايات لو عندهم سنت ترايات ممكن يبقى عنده هيبقى سيرفيا سلايدنج تايب وممكن يبقى معاه كرونيك بوليس سلايدس وده تبكيلوز ففي وسط الكلام كده لو كانت الدكتوره حابه اعمل الترا ساوند لا يكون سنت ترايات فانت امتى هتجيبها؟ خلي بالك بقى ما اتحركت ازاي في الانفستيجيشن سوداء بدات بالنصف الكورتر وبعدين كتبت الانيميكال برزنتيشن اللي هي الانيميا والشيزم وبعدين كتبت سيرت الرياضه فهمنا اتحركت ازاي اللي هو الانفستيجيشن الرئيسيه وبعدين كتبت الانيميكال برزنتيشن وبعدين كتبت سيرت الرياضه طب لما اجي عندي عيان زي ده عارف ازاي ولا لا؟ ميديكال التعقيم طبعا من علاج الريفلكس من ايه؟ ميديكال بغير اللايف ستايل بتاع العيان وبديله اوميجرازول ربنا رايق وانتسد والانديكيشنز فور سيرجري ايه؟ فيلير اوف ميديكال تريتمنت او كومبليكيشن فيلير اوف ميديكال تريتمنت او كومبليكيشن او سنت ترايال فيلير اوف ميديكال تريتمنت او كومبليكيشنز او سنت ترايال لان عايز افتح عشان اشيل المرض فيلير اوف ميديكال تريتمنت او كومبليكيشنز او سنت ترايال او ده انديكيشن فور سيرجري بنعمل عمليه اسمها نسل فالف بلايكيشن نسل لوب نسل فاهمين ولا لا؟ هو الميد لاين اوف تريتمنت ايه؟ ميديكال ايه الانفيتيشن فور سيرجري؟ فيلير اوف ميديكال تريتمنت او كومبليكيشن او سنت ترايال فاهمين ولا لا؟ خلي بالكوا ان الريفلكس يعمل ديسلبسيا يعمل ديسلبسيا يا نوح عين فات ديسلبسيا جدع عايز امرر ان انا فات ديسلبسيا الاعلام بتاع جابستون الراجل كان بيبص على الترابيزه تحت الراجل يعني الريفلكس بيعمل ديسلبسيا فات ديسلبسيا والجول بلادر ديزيز يعمل ايه؟ مين جدع يبص للموضوع بصره عكسيه ويقول لي كده؟ بوست بوليسيستيكومي سندروم ان لو واحده عندها المراره وبعدين عملت لها بوليسيستيكومي والاعراض فضلت موجوده بعد العمليه الاسبيبسيا فانا بفكر في الست فرايات ان الست دي عندها هيتس هرنيا ونزل منها دي حاجه بيسموها بوست بوليسيستيكومي سندروم ان شاء الله تكون النظره ولاد من اليمين الشمال ومن الشمال اليمين بدات تبقى اوضح يعني طبعا انا بناقش دي بالمستوى ده ولاد عشان احنا بنناقش بعض المراجعه والشرح يعني انتوا مستواكم في ما شاء الله دلوقتي زي ما هو يعني اقدر ارفع مستوى المناقشه ولا مطمن يعني خلي بالكم ده استومك وسوفجاس وسوفجاس فيها السريشن يعني شغلت المكنة دي تعبانة شوية المكنة دي أحسن شوية محمود محمود الدليل محمود المكنة دي محمود الاحمر ليه بارد الصوت ده في النص الاحمر؟ لانه بلاغمر
لها مكنة كده ايه شطرنج، يعني مكنة الريزوليوشن بتاعها عالي بتاعها يعني بتشتغل منه ايه؟ اول ما يفتحه يطلع. وكمان طلعت من البرامنر السيريم، شفتني البرامنر السيريم عامل ازاي؟ شايفين دي لونها ابيض دي لونها ابيض. هو البرق سوف يكون احمر ليه؟ لانه بيعمل التبديل، يعني الابيض يبقى ريبليسمنت باحمر، اللون الابيض يبقى ريبليسمنت باحمر، هو ده البرق سوف. الناس اللي هنا شايفه ايه؟ يعني أبسط دور ويندوز أوبن. إيه يميز الأبسط؟ ريف ويدر. أنت شايف أنت لو أنت مش شايف هنا مثلا على الكمبيوتر دي يبقى أنا مش فاهم دايرة يعني شبه الوردة؟ شبه الوردة. طب شبه المشمش؟ أصغر أولاد ريز ريز ويبر بيد 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 إزاي؟ بيد إزاي؟ ريز بشوية ريز بشوية ويبر يعني إيه ريز؟ يعني إيه ريز؟ بص بس هنا أبيض بس هنا أبيض الصورة هنا أبيض هنا أحمر هنا أحمر صفحة 61 بنات الصورة بس هنا أبيض هنا أحمر هنا الأبصر هنا الأبصر ريز ريز ويبر ريز ويبر يلا كل إمبريشن ده إيه ده؟ دي مالكة أنت أبصر متوقعين فيه قديم متوقعين لو خدت منها فيروس طيب أدي له كارسينوما قولوا له قصة الحياة العادة العادة كان عنده هارت بيرث وبعدين بدا يجي له اروجن واكسريشن وبرد وراح قالب بادينوين كارسينوما. يعني هو لو جاب لي مثلا قال لي ان نوع السرطان ده اسمه مصير كارسينوما انا طلبت منه ايه؟ قلت نوع السرطان ده يا ولاد؟ قال له كارسينوما. اشمعنى؟ لان نوع صرت وفقت وجاي دور بارك الاسوفجاس وجاي اوبتو بريفلانس لانه جاي دور سيرت اسوفجاس ودور سيرت اسوفجاس من ثالث لون احمر دور سيرت اسوفجاس من ثالث لون احمر يعني كان في ريفلانس وبعدين جه عليه مالك انت انصر انا متوقع انها قابل الكارسينوما هو قابل الكارسينوما كان المنظر اقصر طب الاسبوع ما صير كارسينوما يعمل اقصر يا ما لهاش دعوه بنوع الميكروسكوب البيكتشر ليها دعوه ان الاورجان كله ولما الاورجان يبقى هولو بيعمل كولي فلاور او خلصان او انفكتريت يعني اقصر كولي فلاور انفكتريت مالوش دعوه بنوع السرطان دي دعوه بنوع الاورجان الاورجان لما يكون هولو يعمل اقصر كولي فلاور انفكتريت طب لو خدت منها بايوبسي بالمنظار وفحصتها حقيقيه ادينو ايه؟ قولوا لي نوع البايوبسي اللي بيتاخد بالمنظار بانش بايوبس قالوا لي ايه كل بانش بايوبس هو ده نوع البايوبس اللي هيتاخد بالمنظار طب انتوا ايه رايكم لو حد جالك جالك عنده عنده كسر كانسر سوفجاس كده تحب تعمل له انفستيجيشن ايه؟ الدايجنوز ستيجي بسرعه قولوا لي اعمل ايه فور ستيجي؟ جدع سي تي وايه اليمنى الالترا ساوند
السي دي ابص بقول له سميته قال انت اليوم لاخر صار الشعر قال له قال له حلو انا مبسوط منه لانه بيشجع لعبه حلوه السي دي انت اليوم لاخر صار وصار الكلام هو لعبه مصره انت اليوم لاخر صار عشان اشوف له يا واحده ميكوزا ولا ميكوزا وصاب ميكوزا ولا ميكوزا وصاب ميكوزا ومسكلوزا طب ليه مصر على السكان؟ عشان اشوف اللينك نود كتيره ولا لا وعشان اشوف الدايركت سبريد بره الثقب يعني بطلع ثقب ده اسمه ايه؟ اما انا عايز انتريومينال الترا ساوند عشان الانفلتريشن بتاعي وعايز السكان عشان اشوف الانفلتريشن السراوندنج ستراكشر مين جدع يقول لي حاجه حلوه قوي سيتي سكان هنشوفها في علاقه الكانسر بالليمف نود. انا دلوقتي الشعر قال كلمه جميله قوي ان الليمف نود مش شرط تبقى قدام الكانسر، الليمف نود بتبقى اعلى شويه. اشمعنى؟ لان الليمف نود بيمشي في الوول شويه وبعدين يطلع للليمف نود. عشان كده السيفتي مارجن في الكانسر اسوفيجاس 10 سم فوق الورم. السيفتي مارجن في الكانسر اسوفيجاس 10 سم فوق الورم لان الليمف بيسل بيمشي في الجدار بتاع الاسوفيجاس وبعدين يطلع بره يكبر الليمف طبعا انتوا بتذكروا في المره اللي فاتت في الشرح والمراجعه حكايه ان الليمف بيمشي في الليمف بيسل بيمشي في الجدار وبعدين يطلع وان السرطان مش قدام الليمف نود وان السيفتي مارجن 10 سم ده عايزه نوعيه قليله يعني نوعيه معينه من الطلبه اللي ياخدوا بالهم ويسافروا وتش از ايه؟ يعني نوعيه قليله قوي، انما عامه في الشعب العادي يقول لك ليمف سبريد بيكبر الليمف نود. وبعدين يقول لك بص اقول لك كلمه جامده تعالى وكده. اوعى بس هو ده الكلام القوي اللي هو يطلع بتاع خط كده. فاهماني؟ انما عشان ياخد باله بقى ان الليمف بيسل بيمشي جوه الكرون وبعدين يطلع بره وان السرطان ما بيبقاش قدام الليمف نود صعب عشان يحفظ 10 سم يظهر اسود يظهر اسود على هيعمله فيا عشان يحفظ ان السيفت برضه معاه كده كل واحد عارف نفسه ورقه لا ده لا ايه المين لايف سبريت في كانسر خوف؟ ليمف المين لايف سبريت في كانسر خوف بس ايه؟ ليمف ورقه الكانسر سوفجاس ده ممكن يعمل اولوكس فورمال اكسبت يعمل بلورال فيوجن ممكن يكبر السيريا كريفتونوم ممكن يعمل هورسل سبويل لا طبعا يعمل هورسل سبويل في الاوكسيد السكويس يعملها سرطان عادي عشان ياكل الكارنت الارنج لو سرطان تحت في المعده وكل الكارنت الارنج يبقى سرطان صائم يبقى سرطان صائم ويخسر منه تو فولز شوف مكان النصوف الكانسر بص على مكان الكانسر والكلب يعني لو سرطان زي ده ما عملوش برونكوسكوب ما يعملش فيستلا مع التراكية بواطي واطي بيئة واطي ما يعملش ما عملوش الدايركت رينج سكوب لان مش هياكل الريكارنت الارينجيا ده سرطان ايه؟ هو طبعا لو جات في الايام اللي فاتت كنت انت تعرف سرطان النهارده بقى لازم تعرف ده سرطان واطي وده سرطان ابن ناس يعني كده يعني القلب يبقى السكوب بتاعه اوسع شويه والانتشر بتاعه احسن شويه. بس مش شرط تحافظ على مستواك برضه عشان حكيت. تمام؟ ده منظر سكومك فيها روجي. ده نورمال حاجات نورمال. سكومك فيها روجي شايفين الحته اللي تحت البلامينر وبعدين فوق شويه مصر. ان شاء الله تسقط مش عارف تسقط والابوبه دي تعمل
الأنبوبة دي تعب كانسر الفوق. كانسر الفوق بس فوق الصبغة على طول يبقى غالباً أدينوكارسينوما. كانسر الفوق بس فوق الصبغة على طول ده غالباً إيه أدينوكارسينوما بالفوق. وده بيغير في تريتمنت كتير. سيرجري بقى بيغير في تريتمنت سيرجري. بنعمل توتال إيه؟ يكتب مستوى الطلاب عامل ايراديشا؟ لا طب ازاي تعمل له انفستيجيشن؟ دايجنوزيس انجي والطلاب احسن حاجه فور دايجنوزيس وبايوبسي ممكن اعمل باريم سوال الاقي راكين كبيره طب اعمل ايه فور ستيت؟ ويبدو اليومنا الالترا ساوند مفيش مانع طبعا تعمل تشيست اكس راي عشان لارج ميتاستاسيس خد سكان عشان لارج ميتاستاسيس نعمل ايه للفولو اب؟ كارسينوم اليونيك انتي لانه ادينو كارسينوم الادينو كارسينوم في الشعر دي بتطلع كارسينوم اليونيك انتي شيك فاكرين هذا ده عشان سبايس طب الكانسر فوكس ليه ده مالجنس
لا 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 لا
وبالتالي تعمل لها كنديشن في ايه؟ ستنت. ستنت دي انبوبه في هنا انبوبه بلاستيك. سيستين دي منهم واحده جيرمان سيلفا ستير. دي واحده فيهم معموله من جدال صناعيه كده وفيها بالونه سيد براتيوس جيرمان ويلسون كوك ويلسون يلا. في واحد بيقول لي في انبوبه بلاتين سيميتير نحط لها الماسكه مجرد بوق يعني ملوش اي زي ابن حاجه جراحه اكتر من شهر. بيقول لي شهر وانا ولدت لو مسكت لكم شهر ماكروسكوبيكال نورمال مايكروسكوبيكال جينيريشن في الارض اوف بريكس
ساعات بتبقى يعني اول كورشس بيسموها سيجمويد فورم، وساعتها يحصل لوس اوف ريسبانس. لما تبقى بايليتد اول كورشس كده يسموها سيجمويد فورم، وساعتها بيحصل لوس اوف ريسبانس. فاهمين يا ولاد؟ ودايفرتيكيلوزيس بيحصل ان الميكوزا بتغطي من فتحات البلاد فيسل وتعمل زي الدايفرتيكيلوزيس وسابور. لعلمكم السكوين اوسوفيكاس واحد من الانديكيشن فور توتال اوسوفيكتوم وسكونا كلها. لان السكوين اوسوفيكاس ده بيبقى السوفيكاس كله باظ خلاص. السوفيكاس كله باظ. فدايليت اول كور شخص كده وما فيهوش ستاتسس خالص وفي دايفرتيكيلوزيس. طب هو الكلام ده يهمني؟ انا مش عارف بقى اقول ايه بس يهمني دايليتد وديس اورجانيزد وديس اورجانيزد دايليتد وديس اورجانيزد. طب تعالى ماكروسكوبيكالي نورمال مايكروسكوبيكالي ديجنريشن في الايرلا بريكس. السؤال الجاي ايه حصل ديجنريشن في الايرلا بريكس؟ ساعتها بتفكر في ايه؟ حبيب قلبي قال لي ساعتها فكر في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. امريكا الجنوبيه تتميز مليانه دبان، بس الدبانه بتاعتهم اسمها ايه؟ تسي 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 ولا تشيتشي؟ تسي تسي مالي تشيتشي ثلاث اربع شهور غرغروا بيا وخلوني قالوا لي يلا نقعد على تشيتشي ايه؟ الساحل. وبعدين طلبوا سوشي وحش خوجات فكل الطلب حاجات كده قالوا لي هو ده السوشي. كانت طلبات صعبة ايه للطوار؟ طارق الدمية باللحمة الضاري عايزين ناكل ايه ده؟ الناس دي بلاها ولا ما تعرفش تتكلم. الحته اللي تحت الاوسوفيكا سوداء دي تبقى دي جنريشن في الهيربا كومبلكس. لان الناس في امريكا الجنوبيه عندهم تبان اسمها ايه؟ شجر شجر ديزيز. ده مرض ايه؟ النوم. طب الناس في امريكا الشماليه اكبر من كده ما عندهمش تبان، ده الدنيا تلج فوق ما عندهمش تبان. امال بيجي لهم ايه؟ اكاليزم اوتوميون. طب احنا في مصر اوتوميون ليه؟ عشان التباب بتاعنا مش تسي تسي، التباب بتاعنا رشي كوسر. الاكاليزيا عندنا ولا اوتو ميون؟ الاكاليزيا بسكارتي عندنا اوتو ميون، لكن في امريكا الجنوبيه شجر ديزيز ديجنريشن في الاربع كريمز. ده برضه منظر من الاكاليزيا فوق الزيالات قوي. ده الثاني شايفين الحته اللي فيها فيلر اوف ريلاكسيشن اللي هو بيكتو سوفتس تحت الدرافات زي هو الوصول بس دون بيبتدي بس من اكل معلم. مبسوط قوي يا جحاف ايه؟ متضايقه قوي من المنظر ده. ازاي طبعا تقول لي كان نورمال؟ قلت لها بتشوف ده نورمال وصول بس عملت لها قالت لي لا. قلت لها متضايقه ليه؟ قالت لي انا احب اقعد متضايقه. يعني احب وانا قاعده كده اقعد متضايقه. فهمتها بس؟ ما حدش يعرف تذاكر الصوت ده الدور بطل. هو ده منظر الدور. بص عليه بص عليه. شايفين على المنظر الكنيسي او صوت ده واسع ازاي؟ الحته دي تحت الضيقه. واحده عندها 40 سنه بتشتكي من
more than a solid. بقالها 6 شهور واحدة عندها 40 سنة بتشتكي من الديسبيشن to fluids more than a solid. بقالها 6 شهور عندها الأعراض دي بقالها 6 شهور وخسر حوالي 10% من وزنها. ايه الدياجنوز بتاعك؟ اكاليزيا كانسر اوسوفيجاس اون توب اكاليزيا ريفلكس اوسوفيجايتس بلامر بيلز انا مبسوط طبعا بالدسكشن دي يعني مبسوط بالدسكشن يعني الخلاف لا يفسد من جد القضيه. طبعا 6 شهور ما ينفعش يعمل كانسر انطوبك اكاليزي. كانسر انطوبك اكاليزي 20 سنه الا لو كنت ما بتعرفش الطب. فكلها 6 شهور ده ما يجيبش كانسر انطوبك اكاليزي. هو الاكاليزي مش كومن انها تعمل لوس اوف بين مانشستر لكن الكانسر الكلمة الجميلة أوي اللي بتقول أهم حاجة لأن إحنا بنتكلم في مورتاليتي ديسوردر
دوميتري ذا بيست. فاهمين يا رب؟ هلاقي في دوميتري، هلاقي في هاي بريشر يعني ريستنج بريشر في دوت سيجمنت، ممكن يبقى اعلى شويه من المرضى وممكن لا. لكن الكلمه الرئيسيه دي فيلير اوف ريلاكسيشن، مش الديس اورجنايزد بريست. الكلمة الرئيسية failure of relaxation، ان اللور سيجمنت فيها failure of relaxation للأهل. صحيح ان الهاي بريشر زون موجود، وممكن يكون الريستنج بريشر فيها اعلى من النورمال شوية، لكن الكلمة الرئيسية في التشخيص failure of relaxation للأهل. طب وفوق وفوق disorganized ايه؟ بريستالس. مش هتستغرب لو لقيت نصه بريستالس، ما لو سبوينت سوفتس هيبقى نصه بريستالس او ديس اورجانيزد بريستالس. انت لو خلي بالكم في الديفيوز اوسفيشال سبازم في تيرشري ويفز اللي هي ديس اورجانيزد بريستالس، مش كده الكلمه المهمه قوي اللي هي فيلير ريلاكسيشن. طب انا هعمل مانومتر واعمل بارير وسوالو الاقي باوند بيك كبير كده، انا شخصت. ممكن اعمل منظار هلاقي ميه وسخه وكده واكل بتاع، اقعد اشفط وانضف وبتاع، اخد بايوبس ولا لا؟ سيرت رايت مش عارف ليه؟ اخد بايوبس منين؟ سوق ده كله نايم، كله ملتهب قدامي من التعور. لعلمك بناخد بايوبسي لما الاقي والبوينت ماس او فرجتي من الاخر. بعدين الخصوم الاسبرايه بتطلع باخد بايوبسي لاقي بتضرب. عشان كده بنعمل المنظار ما بناخدش بايوبسي لاقي. ما بناخدش بايوبسي لان الخصوم الاسبرايه كله قدام عينيا منيل ومتعور وكده. ما باخدش بايوبسي لو لقيت بوينت ماس ولا حاجه، يعني كلمه هاي سسبشن اروح منها بايوبسي. وده السبب يا ولاد ان تشخيص الكانسر من طرق اكاليزيا صعب. تشخيص الكانسر من طرق اكاليزيا صعب جدا. الاسوفجاس كله بيتزيز قدام. طب لو حد عنده اكاليزيا او ذكرني بنعالجه ازاي؟ انا عايزكم تسمعوا الشعر وهو بيتكرر. بقول واحدة عندها كنيسة وتقدر يتحرك عليها ازاي؟ قال لي ميديكال تريتمنت ويعني ممكن تسجل الميل لاين اوف تريتمنت هيلرز كارديو مايوبي. ما بنعملش ميديكال تريتمنت الا لو العلق انكلوزنج السيرفر. الميل لاين اوف تريتمنت فيها كنيسة وتقدر ميديكال تريتمنت. ما بنعملش الميل لاين اوف تريتمنت في الاكاليزيا اوف ذا كارديا سيرجن ايلرز كارديو مايوبي. ما بنعملش ابدا يا اولاد ميديكال تريتمنت ولا بالون دايلانتيشن الا لو معانا الانجين في السيرجن. طب وانا بعمل ايلر كارديو مايوبي بقطع طبقات ايه؟ ما اعرفش كله عايز طبقات الجزء والمدين كان ماسل فايبر وسيركل او ماسل فايبر، بسيب الجزء بس السليم. ولو لقيت سؤال ام سي كيو جات فيه ان احنا بنقطع السيركل او ماسل فايبر قول لي غلط. بقطع السيركل او ماسل فايبر قول لي ازاي اخش على السيركل او ماسل فايبر واقطعها واسيب الباقي ده سبب ساحر حاجه مش طبيعيه. مفيش قول بقطع سيركا مصر فايبر لكن مش كل، انا هقطع السيروزا واللونج تيجا مصر فايبر وسيركا مصر فايبر والطبقه الوحيده اللي بسيبها هي مين جزء مين احلى هيلر ولا موديفايد هيلر؟ لكن موديفايد هيلر والا اللي عامل الكونديشن يبقى صعب. فاهمين يا ولاد؟ فموديفايد هيلر افضل من الهيلر كارديو مايوبي. وانا هقطع
ذكرتك في الكتاب هقطع في سيره الاجازه كنت عصرتني ومعاك عمر وبعض وخش على الفكره من التعديله هتتقرب من اقابلكم يعني ايش الاستبعاد ده بيبقى نفسه نفسه يقع في الطالب اللي هو ايه؟ اللي هو العلم ممكن يعني الهيلر كارد ما يروح دي انا بعمل ما يروح دي عن لونجتين مش ترانزيتات لونجتين على انتير سيرفيس بتاع الفوق قالوا لا بتقولوا لي اعلى نقطه عندي ابدا منين من فوق مجموعه كبيره برافو عليك طب الفايت كده بيفتح الشيست طب لما الفايت كده بيفتح الشيست طب شوف لك فوق اوكي كده بس يعني شاف كده بجد اللي هو ايه اللي هو شاف كده بيفتح القطر ودي فايل كده بيفتح منين؟ الشيست اعلى نقطة عندي ايه؟ فاكرها فين؟ بعدين انت لازم بالمناطق بتاعتك كده اوطى نقطة عندي ايه؟ ان الاقي البلاد فيسل بدأت تبقى بالعرض اول ما البلاد فيسل تبدأ تبقى بالعرض وقف قول هوب هوب لانك لو كملت العرض هيكبر بلاد وهضطر اعمل برشا فات اللي هو ديفايد ميسن عشان في موديلتي ديسبورتر فهضطر اعمل بارشل باك اللي هو ديفايد ميسن قالوا لا دي احلى هيلر ولا ديفايد هيلر؟ ديفايد هيلر بيتعمل منين الابروتش؟ في الشيست بعمل ما يقول شكله ايه؟ مين اعلى نقطه؟ ومين اوطى نقطه؟ اول ما الاقي الجلاكس بالعرض وقف والا هيحصل فلاس قولوا لي الكومبلس كومبليكيشن هيلر خارج المريض ريفلاكس الكومنس كومبليكيشن اللي هيلر كاردومير ريفلكس الكومنس كومبليكيشن اللي هيلر كاردومير ريفلكس الكومنس كومبليكيشن اللي هيلر كاردومير ريفلكس طب واضح هو في بقى ولاد الباوز ده فريق زي الباوز ايه العضله دي؟ ايكو كارينتس ايه العضلة تعطيني ان الايكو كارينتس عبارة عن جزء امي وجزء ترانسفيرس الجزء ترانسفيرس اسمه ايكو كارينتس يعني العضلة اسمها انفيلكول ستيف العضلة اللي بتتمارس نفسها اسمها انفيلكول جزء منها اوبليك فايبر وجزء ترانسفير الجزء الترانسفيرس اسمه كليكو قال لكم من حاجه بينهم وبين بعض الاسيدز اسمه كيليان اسيدز هو ده اللي بيحصل منه الفرق يا فندم قالوا لي بيقولوا لي كليكو فرنجيز بيركوا الاستنتاج ده جزء اثنين وبيك فايبرز وترانسفيرس فايبرز ايه بينهم وبين بعض الاسيدز اسمه الهيليان ديسيدز هو ده اللي بيحصل منه الفرنجة طبعا السؤال الجاي انت نظرتك ايه للفرنجة طبعا ان هو موتيليتي ديس اوردر موتيليتي ديس اوردر دي ايه؟ الكليكو فرنجز اللي هي الترانسفيرس فايبر مالها الكليكو فرنجز؟ فيها فيجر اوف ريلاكسيشن مش ده بسيط قوي في كلمه الشعر وهو بيقول لي دي اكاليزيا اكاليزيا كليكو فرنجز اللفظ الحقيقه جميل فعلا كليكو فرنجز ما بتريحش وبالتالي الاكل مش عارف يعدي تاني فراحت الجلوكوزا عامله ايه؟ خالص هو ده يعني احنا نظرتنا للسنتر باوش او الفرنجيال باوش انه موتيليتي مسرور يعني احنا نظرتنا للفرنجيال باوش ان هو موتيليتي مسرور مين هذا لا الفرنجيال باوش ده موتيليتي ديسوردر للكليكو فارينجس اللي هي ترانسفيرس فايبر انتيريو كونستريكت الكليكو فارينجس اللي هي الترانسفيرس فايبر انتيريو كونستريكت ما بتريحش للاكل فراح الجلوكوزا بلجنج صح ولا لا؟
كلها صور بقى صور بس ايه لان انت بتبقى مخطط النظر لبره لان انت معاك امتحان النظر المستوى قبل ما يعدي امتحان النظر يعني قبل امتحان النظر فهو ما تخافش من الزراعه يلا لا تقولي احسن
هذا مش فاضي من الضغط لسه حاجه. الكلام حلو الكلام بشع يعني المنظار ممكن يمس الفحم فالأحلى طيب تطلع بصفة عما ليش عم سنة. طب يلا قولي عليك السابق دي فيشة من التليفون فريق وشيل الباوش باوشك ودي فيشة من التليفون فريق جلس أهم من باوشك الديجا للتريكو فارينشس واعمل توشيك والديجا للتريكو فارينشس اهم من توشيك أول ما تشوف هيئة السيرة تشوف من عمالك فبالك ملف بالذات
السكريات. العامل اللي عنده هايبرسيركاسمايتيك تايب ده من اهم الاسباب البخل والكورسير والبريكت. البخل والكورسير والبريكت من اهم اسباب الهايبرسيركاسمايتيك تايب. البخل والكورسير والبريكت. خلي بالكم ان الريفلكس مور كومن تو ذا مقبوضة مقبوضة الريفلكس مور كومن ان فيميلز، ولكن البارد مسوفجاس مور كومن ان ميلز. الريفلكس مور كومن ان فيميلز، ولكن البارد مسوفجاس مور كومن ان ميلز. مرحبا. طبعا انا قاعد جنبي صديق بيقول كلام جميل، بيقول اه ده كنيسه، ده كنيسه ما فيهاش ريفلكس خالص. الكاليسيا الحته اللي تحت فيها فيديو في ريلاكسيشن فيها ريفلكس ازاي؟ الكاليسيا ازاي فيها ريفلكس؟ الهيئة السيرفيا ستاك طيب هي فيها ريفلكس مش الكاليسيا. بص على حته من الصبح ايه؟ وبعدين حته الاسوفجاس كولامنا وبعدين الايه؟ السويمس. بصوا دي حته من الجمعه طلع جنب الاسوفجاس فضغط على الاسوفجاس. هي دي البرص الفجائي دي حته من المعده طلع جنب الاسوفجاس فضغط على الاسوفجاس. هو ده البرص جيال تايب. هي دي البرص جيال تايب حته من الكومه طالعه جنب الاسوفجاس وضغط على الخرم. دي البرص جيال تايب. سؤال كان بص يا مين الاخطر؟ هيبقى سكرميا برص جيال ولا هيبقى سكرميا سلايدنج تايب؟ عايز ابرر ان البرص جيال هي الاخطر. المين لاين اوف